واتصلوا فينا على 1413 رح نعرض لهم هالضرب. مرحبا. صح حبز لهم بزازة. نعم حبز لهم بزازة. حبز لهم؟ نعم. صح الحمد لله. حضرتكم بتوصفوا مكتب بيبعت ناس لبرا وتوظيف وكذا وهي. نعم. طيب وكيف يعني في استفهم شوي؟ يعني بكون في شركة تابعة بمجالك بتشتغل فيه، وانت بتجي بتقدم الطلب بنبعتك بفيزا وبعقد عمل عادي. شو الاشغال مثلا؟ انه كل شيء مطلوب، بس انا عارف انت شو شغلك. انا ما جيت اشتغل. لكن شو مشاركتك؟ جاي توقف كل هالشغلة. اي شغلة سوري مطلوب؟ يعني جاي توقف انه في كتير عالم عم بتسافر والبلد رح يفضى، وهي الشغلة مش مسموحة، ف ما بعرف كيف بدي اعالجها هي الشغلة. انا اللي بيجي بحكي معي بقنعك انه هالشباب عم بيسافروا لبرا وهالنسوان وهالكذا، ما منا مش مأنوسة يعني. بقنعني بشو يعني؟ انه انا هيدا شغلي، كيف شغلك؟ ما انا موقفها هالشغلة. وقف لي شغلي يعني؟ مش شغلك بس، كل هالشغله بدنا نوقفها. انه في ناس عم تسافر وعم تفضل بلد، ايه توقف هالشغله. نعم. وليش مكتبي مثلا انا؟ ليش؟ لان هذا اكثر مكتب عم بيبعت ناس لبرا، عرفت وكذا. ايه مزبوط. ايه الحمد لله. شو الحمد لله؟ مبسوطة بحالك كمان؟ الشغل واقف بالبلد، مشان هيك هالشباب عم يجوا وعم بيقدموا طلبات وعندهم كفاءات وعم بيسافروا. ليه ما عندناش اشغال هون؟ انه في اشغال بس شخص حابب يسافر، حاسس حاله انه مش ملاقي نفسه هون. مش مشكلة يعني. لا بدنا نشوف وانا نلاقي له حل، ويا ريت اللي مسافرتيهم فينا نجيبهم. اه اللي مسافرتهم كيف بدك نجيبهم يعني؟ يعني بنبعت وراهم وبنجيبهم. كيف بدي ابعث لك وراهم وكيف بدي اجيب؟ ما عم بفهم شو يعني، ما بفهم عليك. يعني انه انا بفهم انه شخص جاي بده يشتغل، بس ناس بده يجيب. انا جاي تشتغل. انا جاي بدي رجعهم والبلد عم تفضيها يعني، مش معقول. كيف عم تحكي؟ لا عم بهذا المضبوط عم بصيروا. ما تجيب الله يخليك، خلينا عم بحكيكي برواق بتهذيب يعني. ما فيك تحكي الا بتهذيب، لانه كيف ما في احكي؟ ما فيك تحكي الا بتهذيب، لانه مش منطق اللي عم تحكيه. انا مش منطق ولا انتم اللي عم تعملوه مش منطق؟ يا ويلكم من الله، اتركوا لنا هلا. شو يا ويلنا من الله؟ شو يا ويلنا من الله؟ يعني انت هلا انه فت بقصه الضمير ويا ويلكم من الله. نحن عم نشتغل، هيدا شغلنا، العالم عم تستفيد ونحن عم نستفيد، مش غلط. لا ما بدنا اياه الشغل. كله مضبوط وكله رسمي وكله بوراق، يعني كيف انا بدي افهم منك انت كيف بدك توقف؟ مينك انت تتيجي تقول لزينة رمضان توقف؟ كيف ميني انا؟ اي اساس؟ كيف اي اساس؟ كيف اي اساس من شو؟ ما بيصير يعني. بلشت تنكرزيني معك خبر يعني. انا جاي بلشت تنكرزيني؟ جاي عم بحكيكي برواق وبلطف. شو هيدا؟ هيدي الشغله بدها توقف. حلو 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 اللي عم بسمعه، كيف بدها توقف؟ ما بفهم، بتفهم؟ يعني بنسكر هالمكتب وخلصنا، ما بدنا اياه الشغل. وين بعيش انا مش شو؟ كيف يعني؟ في مكتب اذا بدك بسفروكي ما بعرف لوين. بدها شفتكي؟ اه بسفروني لالي، معقولة انت يعني؟ بليز يعني ما بيصير اللي عم تحكيه. عم بحكيكي بعدني برواق. يعني شو بيطلع من امرك يعني؟ بليز يعني كيف عم تحكيني هيك انت برواق؟ شو بيطلع من امرك يعني؟ عم بتصرخي كمان. مش معقولة. كي عم بحكيكي برواق بعدني، ولاخر مره بقول لك هيدي الشغله ما نوقفها. انا شو مطلوب مني؟ في افهم شو مطلوب مني؟ نوقف هالشغله كلها. ما بيصير انت تمنعني، ولا انت ولا حدا غيرك فيه يمنعني، هيدا شغلي. ليش شو عم تعيطي؟ بعد ما بدي اعيط لانه عصبتني. اذا بعيط انا صوتي اعلى. ليز اذا بتريد مكتب محترم هون، بدك تعيط بتطلع لبرا بتعيط. طب ما تعيطي فاذا. انت اللي ما تعيط. مش معقول. ما بقى تسفري حدا. خيي هيدا مش شغلك. هيدا ما هو شغلك، سفر ولا ما سفر، هيدا مش شغلك، هيدا شغلي انا. بلشت ارجوك معك خبر؟ انت كثير برد اعصابك وانا كثير توترت، ليز اذا بتريد تروح هالمكتب. انا مش فادي من هون. نعم. الا ما تمضي لي على ورق انه وقفنا هالشغله كلها. عن جد عم تحكي؟ ايه. عن جد؟ ايه. ليز اذا بتريد غادر هالمكتب. انا ما بدي فيه. يعني شو بدك؟ شو المطلوب؟ وقفي هالشغله، ما بدنا اياها بقى. عن جد انت طبيعي بك شيء يعني؟ ما لا بني شيء ولا شيء، ليه عم تحكي معي بهالطريقة؟ ما بعرف، لأنه عن جد شيء مش طبيعي اللي عم بيصير معي اليوم. البلد رح يفضى. خيي البلد في إلها مسؤولين، البلد أنا باخذ قرار من بلدي.
من اصحاب العلاقة مش منك. انا صاحب العلاقة. لا شو انا بدي اساس انت عم تحكيني هيك؟ بدي اعالج كل الامور. اذا بتريد انا عندي وقت كمان، عندي شغل. انا مش فايل من هون قبل ما انا عن جد كثير توترت. يعني مين بتصل هلا يعني تحت من ولا شو يعني؟ ما بتصل بها. شو لكم؟ قاعدين عم بحكيكي برواق، امضي لي على ورق انه هالمصلحة يا مسيو. كيف بتفهم انت؟ كيف بتفهم؟ ما عم بعرف انا. الله يطولك يا روح. كحكحتي لي قلبي. يا الله. عملي معروف، امضي لي على ورق انه هالمصلحة وقفناها والله. اللي عندينا هالمصلحة اذا بتريد بليز انا ما عندي وقت. ما تصرخي علي، بعدنا عم بحكيكي برواق. يعني كيف تفهم؟ شو كيف تفهم انت؟ امضي الورقة، تعهدي لي انه ما بقى اسافر حدا وانا اشوف كيف بدنا اجيب اللي برا. انا ما بمضي ورقة ولا لك ولا لغيرك، وهذا المكتب بده يضل مفتوح. اوكي، واللي بحب بيجي لعندي اهلا وسهلا، بس انت مين تدش تقلي سكري مكتبك وتعهدي له ما تسافري حدا؟ لا يا اخي بليز عصبتني، اذا بتريد ما عندي وقت انا، اطلع برا. عم بحكي انا بعد بليز اطلع برا، بطلب لك هلا اذا بتريد اطلع برا. عم بحكي برواق يا مسيو بليز اطلع برا. كيف بتفهم علي انت؟ من هون مش فادي. شو المطلوب تدفن؟ ورقه بتتعهدي لي انه ما حدا بيسافر واللي سفرتيهم. مش حاعمل. وانا من هون مش رح فل. خي مش معقول انت، شيء مش طبيعي اللي عم يصير معك. شو ما بدك تفل؟ مش على ذوقك، انا ما عندي شغل. بونجور. اهلا بونجور. اهلا. ماشي الحال. حضرتك بتوظفي انت؟ انا والله جاي اتوظف. روح يا ابني، روح يا خي، روح. لحظة، روح بعدني. لحظة بليز، شو بك؟ روح يا خي، روح. لحظة يا عيني، لحظة. هاي سكرناها على المصلحة. عيني شو بك انت يا مسيو؟ شو بك انت؟ مينك انت اللي عم تحكيني هيك؟ ما سكرناها، هذا المكتب لإلي، المكتب لإلي، وخلصنا من هالمصلحة. ايه الله معك، تسلم بك. ايه بدها شغلة اللي عندها انا. يا خي روح، في مليون شغل، البلد مليان اشغال. يا مسيو، يا مسيو، عميل معروف، احترم نفسك، جاي بلاش مكتبي بليز. شغل برا ما بقى بدنا. خي ما دخل هو، شو شغل برا ما بدك انت؟ ظهر اذا بتتخلص، لهون ما بقى تجي. ما بقى تجي خلص. يعني شو بك عم تقطعلي برزقي انت؟ هذا يا عمي انت مين جاي؟ مين دفشك علي؟ لك ليش عم الو لحظه صغيره تخبرك شغله. مش معقولي انت هاي المصلحه ما موقفها. خيي ما شو بدك توقفها؟ مينك انت؟ ما بدنا نوقفها. ما بدي وقفها، بدي ضلني فاتحه، بدي ضلني انا قاعد هون. كل زبون بده يجي بدي اقول له لا. خيي بس بدي افهم، مين دفشك علي انت اليوم؟ رح بلشت اعصب انا. خيي مش انت اللي بلشت تعصب، انا اللي بلشت اعصب. حتفل ولا شو؟ انا حصرت لتحت هلا من عند الجيران، خلوهم يجوا. تفضل لبرا. انا ما راح فل. مسيو تفضل لبرا، بعدني متملتي اعصابي، ما عاد فيي. اذا بدك انا ما راح فل، بقي هون. شو بدك تدفل؟ ممنوع حدا يتوظف. يا مسيو هلا برا بدي اشتغل انا، ما بيصير. هش خليني عيد. طب ليش عصبت كثير؟ عصبت مش معقول، عم تقطعلي برزق وبتتدخل بزبوناتي كمان، مش معقول. زعلتي؟ زعلتي؟ لا ما زعلت، مبسوطه كثير منك. لا تنبسطي اكثر، بس شوفي حالك على التلفزيون لبنان، بتعيش وتاكل غيرها. اتفقنا مع السكرتير، الكاميرا برا على المزاحه. اوكي. اطلع برا، اطلع برا، مش معقول. تعيش وتاكل غيرها وصحتك بتهيني. وهلا وصلنا مشاهدينا لنهايه الحلقه.